بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تعملي الكيس بقى بصي، بيبقى في شويه هنا صح، تضغطي من تحت من فوق، تضغطي من فوق، تضغطي من فوق، في هواء موجود. اسمعي الصوت معايا، ركزي واسمعي الصوت. بصي سمع الصوت ده لازم ينزل من الكيس. بعد كده دي كلها بقت عجينه، بتعملي ايه بقى؟ تقومي ماسكه دي بالنص من هنا وتقومي لفاها، بقت عندك الكيس ده مقسوم لاثنين. بتاخدي الجزء اللي تحت ده وتعمليه كده، بلاش تعملي كده، بلاش تقطعي بالطريقه دي. امسكي كده الكيس وابداي اعملي الشكل اللي انت عايزاه، زي ما انا ماسك كده بالظبط الكيس الحلواني معايا. سهله، تلاقي الموضوع صعب في الاول، لكن هتلاقي ان شاء الله تقدر تمارسيه وتلاقي الموضوع سهل جدا في الاخر.